مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل في كل مكان على بركه الله وحفظه وتوفيقه، انطلق شوطنا الخامس في مجموعه الاشواط الصباحيه، وشوطنا الخامس يحمل الحول المحليات الاصايل لهجن اصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم الداعمين لهذه الرياضه العربيه الاصيله، ولمن يرغب من ابناء القبائل بان يشارك في هذه الاشواط مرحبا بالجميع. انطلاقه مميزه وانطلاقه رائعه تحمل هذا التنافس الكبير، 6 كيلومترات راح كيلو واحد وبقى لدينا 5 كيلومترات، نتابع المسار ونتابع البدايه. افراح في المركز الاول، تفتتح النداء في المقدمه لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقياده طارش بن مبارك بالقوبع الحميري، يقدم لنا افراح على المركز الاول وعلى البدايه الاولى. المركز الثاني الظبي من هجن سيح السلم وبقياده سعيد بن سالم بالمر السبوسي، بينما المركز الثالث افراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقياده طارش بن مبارك بالقوبع، بينما المركز الرابع ياتينا ايضا هنا ايضا بنفس الشعار، ياتينا هذا الشعار الجميل افراح هي القادمه. في المركز الرابع لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقياده طارش بن مبارك بالقوبع الحميري، وفي المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام الضبيه لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وسالم بن هزيم المسافري بالتضمير والتدريب. المركز السادس، سادس المراكز هنا طرفاشة لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان وبقيادة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي، يقدم لنا طرفاشة على المركز السادس وغيرت إلى المركز الخامس. وتابع مشاهدينا الأعزاء سابع المنطلقات والحاضرات الهذبة لسالم بن أحمد بن دري الفلاحي، وفي المركز الثامن الشاهنية لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، هنا يقدم لنا الشاهنية على المركز الثامن. وتاسع المراكز مشاهدينا الأعزاء هذه بنت صوغان لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. هكذا هي مراكزنا، نداؤنا، جولتنا بين هذه الأسماء وشعارات السائرة المنطلقة الباحثة عن الناموس والباحثة عن الانتصار. شوط الحول المحليات الأصايل، يا سلام، عودة مشاهدينا الأعزاء إلى منافسة البداية وإلى المقدمة وإلى المسار الأول. وصلنا الآن إلى منتصف المسافة، انتصفت المسافة، قطعنا نصف هذه المسافة بعدما أيضا تعرفنا على الشعارات الحاضرة والشعارات المتواجدة في هذا الشوط. لنعود مرة أخرى نشاهد، نتابع، نسير، نستمتع أيضا بمشاهدة هذه الأسماء الجميلة. غيرت هنا أفراح في المركز الأول، أفراح على المقدمة تقدم هذا الأداء
الجميل لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع الحميري متابعا لها وانطلاقتها الجميلة في أول المراكز. ثانيا تأتي أيضا أفراح لتساند أفراح في المركز الأول هنا لتكون أيضا الثنائية الجميلة مع هذا الشعار، شعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وبقيادة طارش بن مبارك بالقوبع المتابع مشاهدينا الأعزاء لهذا الانطلاق الجميل. لو تابع المركز الثالث مشاهدينا الكرام، المركز الثالث الظبي من هجن سيح السلم وسعيد بن سالم بالمر السبوسي في التضمير والتدريب. المركز الرابع رابع المراكز أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبع بالتضمير والتدريب، ما شاء الله يقدم ثلاثة أسماء في هذا الشوط. ناخذ اللي في المركز الخامس، المركز الخامس طرفاشة لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان وعيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي يقدم لنا طرفاشة في المركز الخامس. هذه المجموعة الأولى اللي انفصلت عن بقية الأسماء، وناخذ المجموعة الثانية نتعرف على المجموعة الثانية، نشوف الأسماء، نشوف الشعارات اللي أيضا تتقدم وتسير في هذا الشوط. سادس المراكز مشاهدينا الكرام، الضبية لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي وسالم بن هزم المسافري، ولكن من الجانب الآخر الهذبة لسالم بن أحمد بن دري الفلاحي يقدم لنا الهذبة الحاضرة بهذا الأداء الجميل. هكذا مشاهدين الأعزاء تابعنا الأسماء، تابعنا الشعارات، لا عولة، وهناك أيضا المراكز الأولى المتقدمة، لنا عودة إلى البداية إلى الصدارة وإلى التنافس الشيق إلى دائرة المنافسة، العودة إلى دائرة الصراع هناك في بداية المسار. الله الله، لا زالت أفراح في المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبع الحميري يقدم لنا أفراح وأفراح هنا في المركزين الأول والثاني. حضور ثنائي جميل، حضور ثنائي مميز مع هذا الشعار المميز. المركز الثالث الظبي لهجن سيح السلم سعيد بن سالم بالمر السبوسي يقدم لنا الظبي هنا مع المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز هنا القدوم من طرفاشة لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان يضمرها عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي، ولكن العودة إلى الثلاث، إلى الثلاث اللي الزانب هنا اللقاء ولعت ما بينه النار اللبا. الله 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 الله، يا سلوم يا سلام، ثنائية مميزة، ثنائية مميزة مع الشعار العنابي الحاضر بهذا الأداء بهذه النجومية الرائعة. أفراح ما شاء الله تبارك الله، راحت 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 في المركز الأول، راحت بالأداء، راحت بالانطلاق، راحت بالاندفاع، لوم الهوى والجاذبية مختر عليها تصعد صعود ما شاء الله. حبات الرمال، حبات الرمال تتراقص تحت أقدامها طربا وعشقا لأدائها الجميل، لأدائها الرائع، لأدائها الممتاز، لانطلاقتها الممتازة وأدائها الفاخر في المركز الأول. هذه أفراح تؤكد حضورها بالمركز الأول، تؤكد حضورها بالصدارة. تهانينا والناموس لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، سلام إلى دبي، سلام إلى دبي دار الحي. تهانينا أيضا لمضمر الشرق الأوسط طارش بن مبارك بالقوبع الحميري، تهانينا على هذا الأداء. المركز الثاني أتتنا طرفاشة لسمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان مع عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي. المركز الثالث أفراح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم، والمركز الرابع الضبي من هجن سيح السلام مع سعيد بن سالم بالمر السبوسي، والمركز الخامس شعار بن دري أتانا في المركز الخامس مع هذبة سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء للخمس المراكز الأولى في هذا الشوط. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.